السلام عليكم، أنا أدهم، وتخطينا 30,000 سبسكرايبر في قناتنا في اليوتيوب. على أساس أشكركم بطريقتي الخاصة أقدم لكم هاتف بلاك بيري زد 3 هدية لأحد متابعينا. إذا كنت تعتقد أنه هذه الجائزة الوحيدة والمسابقة الوحيدة فأنت غلطان، في كثير أشياء شغالين عليها وفي كثير مسابقات وهدايا راح تكون في الفترة القادمة. من ناحية إذا تبغى تربح هذا الجهاز، كل اللي عليك إنك تسوي لنا فولو لحسابنا في تويتر، في تغريدة نبغاك تسوي لها ريتويت، بالإضافة إذا كنت تبغى تزيد فرص ربحك تقدر تسوي سبسكرايب لهذه القناة، وحتى على أساس تعرف إيش الجديد الجاي. أما من ناحية اللي يبغى يسوي لنا شير وهذه الأشياء، نفضل تسويها بس ما لها علاقة بالمسابقة. مزيد من التفاصيل راح يكون في رابط عن المسابقة بالكامل موجود بالأسفل بالديسكريبشن، تقدر تشيك عليه وتعرف كل التفاصيل عنها. أنا أدهم من تيك فويس، أشوفكم الفيديو القادم في مسابقات حتى قادمة. مع السلامة.